من مرحلة إلى أخرى يسير الجدول العمليات والزمني لانتخابات مجالس المحافظات، فبعد طي صفحة اختيار أرقام القوائم الانتخابية الحزبية والفردية، تقول المفوضية إن الاقتراع في موعده المحدد وفي جميع المحافظات 15 غير المنتظمة في إقليم ومن ضمنها كركوك. ومع تأكيد المفوضية إنهاء استعداداتها الفنية واللوجستية لانتخابات المجالس، ستبدأ كوادرها بتصميم الأوراق الخاصة بالتصويت وطباعتها على شكل نموذجين، الأول مخصص للاقتراع ويشمل قوات الأمنية والنازحين، والآخر على مستوى الاقتراع العام لكل دائرة انتخابية في 15 محافظة، ثم طباعة بطاقات الناخبين البيومترية وتوزيعها. وتتضمن تفاصيل المرحلة شبه الأخيرة من تحضيرات الانتخابات إرسال ملفات المرشحين الذين يزيد عددهم على 6000 إلى الجهات الأمنية والرقابية والتعليمية المعنية بتدقيقها وتأكيد سلامتها القانونية، وهي هيئتا النزاهة والمساءلة والعدالة والأدلة الجنائية ووزارتا التربية والتعليم العالي. وخلال 15 يوما سيكتمل التحقق من أهلية المرشحين وصولا إلى المصادقة على أسمائهم، وينص قانون الانتخابات على إتاحة مهلة لاستبدال مرشحي الكيانات المستبعدين ليتم الانتقال بعدها إلى إعلان موعد الحملات الانتخابية. أخيرا وقبل إعلان جهوزية الجوانب الفنية واللوجستية والتكنولوجية لتنظيم العملية الانتخابية، ستجري المفوضية 3 أشكال محاكاة مطابقة لعملية يوم الاقتراع في جوانب التصويت وفرز الأصوات وعدها لتلافي أي خطأ أو خلل محتمل لإنجاح الانتخابات.